13 فكرة سريعة راح تعطيك إنتاج كبير في حياتك. رقم 1، استخدم المفكرة الرقمية، مفيدة جدا جدا، ترتب مواعيدك وترتب رقم التلفونات، تعمل لك خدمة عجيبة جدا جدا، أنا أعتبرها سكرتيري الخاص. رقم 2، كذلك استخدم جهاز اسمه بالم 3. أنا وجدت أيضا بالم 3 يعطيني قوة أخرى غير الكاسيو، وأيضا هذا جهاز كمبيوتر وفيه يعني شغلات كثيرة حق إخواننا وأخواتنا المتعودين على استخدام الكمبيوتر أو الإنترنت أو خلافه. رقم 3، اكتب أفكارك على ورقة، كل فكرة تخطر بالك اكتبها على ورقة. رقم 4، سجل أفكارك. إذا أنت قاعد تسوق السيارة فاستخدم مسجلة صغيرة جدا، لأن الإنسان لما يسوق السيارة ما يمكن يكتب أفكاره، إنما بإمكانه أن يسجل أفكاره في مسجلة. كذلك استخدم هذه المسجلة في تلخيص الأفكار اللي تسمعها في مثل هذا الشريط، أو تلخيص الأفكار لما تقعد أنت مع إنسان ثاني وتبادل معه الحديث. رقم 5، اعمل التجربة التالية، اسأل نفسك أنا كل ربع ساعة ايش قاعد أسوي. استخدم في هذه الساعة الرقمية، إذا كان لك ساعة رقمية، بحيث أن كل ربع ساعة تعطيك إشارة فتعرف بالضبط ايش قاعد تسوي، فترصد نفسك خلال ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة، وقوم نفسك باستمرار. رقم 6، اقرأ القرآن بصوت عالي نوعا ما، يعني أما تقرأ في البيت أو في المسجد، أثناء هذه القراءة راح تلاحظ أن القراءة الحلوة هذه وتسمعها من القرآن الكريم راح تعطيك راحة نفسية وراح تعطيك أيضا أفكار جديدة، فهني جهز معاك القلم والورقة. رقم 7، اسمع معاي القول الرائعة حق مصطفى صادق الرافع، يقول: إذا استقبلت العالم بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع، وحقائق الهموم تصغر وتضيق، وأدركت أن دنياك إن ضاقت فأنت تضيق لا هي. احرص على قراءة الكتب وسماع الدورات اللي بتعطيك إيجابية في هذه الحياة. رقم 8، بعد صلاة الفجر استغل هذا الوقت للتخطيط واكتشاف نفسك والإبداع، لأن في هذا الوقت تنشط موجة دماغية اسمها موجة ألفا. رقم 9، لا تجلس على الكرسي فترة طويلة، إنما تحرك بين فترة وثانية، فهذا يعطيك نشاط. رقم 10، اجلس مع الناس الإيجابيين واستفيد من خبراتهم. رقم 11، نم مبكرا وابتعد عن السهر وخذ راحتك، خاصة إذا عندك عمل مهم في صباح اليوم التالي. يعني أنا بنصح تنام 10 ساعات 9 ساعات 8 ساعات إذا عندك عمل مهم في اليوم التالي. رقم 12، احرص أنك لا تقرأ الصحف اليومية بشكل مستمر. بمعنى آخر، لو أردت أن تقرأ الصحافة اليومية فلا تضيع أكثر من 5 دقائق لهذه القراءة إذا أنت مضطر لهذه القراءة، وبدلا منها اقرأ في التخصص اللي تحمله، كمبيوتر، نجارة، حدادة، إدارة أعمال، اقتصاد، ما أدري، إنما اشترك في أكثر من دورية وأكثر من مجلة وأكثر من كتاب يعطيك قوة في التخصص، لأن الصحافة اليومية ما تعطيك هذه القوة. رقم 13، استغل وقت السيارة في الاستماع، استمع المفيد. فحسب الدراسات بتقول لو أن الإنسان يضع مثل هذه الدورات ويسمعها في السيارة، في الواقع أنه بعد فترة زمنية كأن إنسان دخل في الجامعة وحصل على رسالة الماجستير. وذكرك، كرر الاستماع أكثر من مرة، احرص على أنك تقتني أكبر كمية من الأشرطة اللي بتعطيك قوة في الحياة هذه، كذلك احرص أنك تقتني أكبر كمية من الكتب المناسبة للتخصص.